عمر بركات كان معار نادي الشباب، هو حسين سيد، ويعني اتفق مع نادي الشباب بالتراضي على يعني انهاء الاعاره والعوده. هو جه واتجوز، يقول له الف مبروك ويوفق باذن الله في خطواته المستقبليه اول ما ينهي الاجراءات في اكثر من نادي. ده جانب من تدريبات سابقه للاهلي تحت قيادة الجهاز الفني السابق الكابتن حسام البدري والكابتن محمد يوسف في والكابتن سيد عبد الحفيظ بس وبقية نجوم الفريق. هو يعني القصد بس شوارب عايز يفكر بعمرو بركات وانخراطه في التدريب. فأنت دلوقتي ال ال يعني عمرو بركات مطلوب في أكتر من نادي على سبيل الإعارة، وهو الامر متروك له يختار النادي اللي يشعر انه عايز. عندك طلبات لها؟ طبعا. بس كان هو مستني انه يعني يحدد موقفه النهائي وبعدين يستقر على انه يفسخ بقى ويقعد. طلبات في الداخل ولا في الداخل والخارج؟ لا في الداخل.